يقول: هل يجوز لمعلم القرآن أن يجعل أحد الطلاب يقرأ نصف آية الدين والنصف الآخر يقرأه طالب آخر؟ لا لا، الآية يقرأها كاملة، يدرس إياها كاملة، يدرس بعضها والبعض الآخر يدرس الواحد آخر. لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من خارج. ليش تروح بهم الآية الدين يا أخي؟ درسهم السور القصار أول شيء، درسهم السور القصار، درسهم المفصل اللي آياته قصيرة أول شيء، هذا لما أنه يتدرب ثم يقرأ الآيات الطوال. نعم.